السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في موقع اسمه AI Tableau، فهتلاقي فيه إمكانيات قوية جدا في الذكاء الاصطناعي، زي مثلا AI Generator، في Video Generator، في Image Editor، AI Avatar يعمل لك شخصية معينة، يحذف لك الخلفية، وفي برضه حاجات خاصة بالميوزك، في حاجات خاصة بالفيس سواب، إن هو يغير صورة الشخص، يعني ممكن تحط صورتك على صورة لعيب كورة مثلا. طيب هنقول له مثلا AI Generator، فيبدأ يفتح لنا الصفحة، نبدأ نكتب تكست يحوله لنا لصورة، زي فكرة ليوناردو دافنشي بالظبط. تمام، هو هنا كاتب لي مثلا حاجة معينة بحيث إن أنت ممكن تبتدي منها. تمام، طيب أنا هقول له مثلا، أنت بقى تبدأ تشوف هل ده اللي أنت عايزه ولا لأ، دارك نايت مثلا وهكذا. فهقول له مثلا إيه جنريت، بيقول لي المقاس اللي أنت عايزه مثلا بالشكل دوت. تمام، اقول له قلت له مثلا دوت اهو، يبدا يعمل لي الصوره. هو بيديني بعض النقاط زي ليوناردو دافنشي، وكل مره بتبدا ان انت تغير فيها. طيب هنا بيقول لي انت عايزها مثلا كلاسيك، البرومت انهانس، يبدا يحسن لك البرومت، يعني لو انت كتبت له اي حاجه تقدر ان انت تقول له لا حسنها لي مثلا ايه اسلامك هاوس بالشكل ده، دي الصور اللي اتعملت ايه. تمام، طيب هنا هيخصم مني 11 نقطة، هو بيديني 80 بيخصم مني. تمام، ممكن تيجي هنا يروح مزود لك النقط، يضيف لك نقط زي ما حصل دلوقتي. تمام، طيب هنا هتلاقي مثلا هاي ريزوليوشن انهانس، يحسن لك الريزوليوشن. طبعا كل واحدة من دول بيبدأ ان هو يحسب لك عليها نقط. انت عايز كام صورة؟ ممكن مثلا صورتين، صورة كده يخصم لي بس ايه نقطتين. الدايمنشن بتاعك برضو بيفرق معايا في النقط، السايز بتاعك، الستيب كاونت، السيد، سيد ده يعني انت عملت صورة قبل كده وكل صورة بيبقى ليها سيد معين، فانت ممكن تاخد نفس رقم السيد دوت وتقول له هو ده اللي انا عايز ابدأ اكمل عليه. تمام، وكل صورة بتلاقي فيه شوية إمكانيات هنا إن أنت تعملها داونلود، إن أنت تاخد البرومت، تنسخ لك البرومت عشان تستخدمه تاني، إن أنت تعمل حركة موشن، إن أنت تعمل أب سكيل تكبر الصورة، فيس ريستور لو في صور أشخاص موجودين، تقدر تعمل إيديت لو في تعديلة بسيطة عايز تحذف حاجة معينة، فأنت ممكن تخش في بيئة كده قريبة من الفوتوشوب بتبدأ تعدل عليها. أوت بنت بيبدأ يجيب لك إيه اللي حوالين الصورة ديت. عندي هنا image to image، هيبدأ ياخد الصورة اللي فاتت ويبدأ ان هو يشتغل عليها. تمام، احنا قلنا له هنا ايه use as image prompt، كده نسخ البرومت. تمام، ممكن تقول له انا عايز يلتزم بيها بمقدار قد ايه او تلغيها خالص. هنا كانت to image، depth to image، حسب الحاجة اللي انت هتديها له. هنا هبدأ بقى استخدم كل دي، وهنا بتبدأ بقى تختار، تقول له انا عايزها كوميك، عايزها اورجازمي مثلا وهكذا. تبدأ تشوف ايه اللي انت عايزه، ووتر كولر مثلا، عايز تضيف لورا، لورا دي يعني زي ما تقول بتوجهه ناحية حاجة، لورا دي يعني بتقول له انا عايز الصورة بشكل معين، كأنك انت مثلا بتدي له فلتر معين او توجيه معين، هو عامل زي الموديل بس موديل صغير شوية. تمام، فالموقع ممكن تديله اي حاجه مثلا اسلامك هاوس، وهنقول له جنريت، يبدا بقى يعمل لنا الصورتين اللي احنا طلبناهم منه. فالجودة بتاعته قريبة من ليوناردو، ممكن تستخدم الاتنين. أول ما تخلص النقط بتاعتك في موقع فيهم، هو يوميا بيديك نقط، فتجرب تاني وتالت لحد ما توصل للصورة اللي انت عايزها. ممكن حتى تغير الموديل وتشوف هيطلع لك ايه. هو مستو سريع، ممكن يكون الضغط عليه قليل فعشان كده سريع. طيب خليني اقول له ووتر كولر مثلا، واقول له جنريت، ونشوف الصورة تطلع لنا ايه. طلع معانا بالشكل ده.